مساء الخير، معاكم فاطمة من شركة اي سي جروب للتطوير العقاري، موجودة النهاردة بالسعودية بمعرض بجدة ومكانه بالهيلتون على الكورنيش. المعرض عقاري بيضم اكتر من شركة، شركتي اسمها اي سي جروب، عندها مشروع بالعاصمة الادارية اسمه ذا اوفيس. ذا اوفيس ميكس ديوز ما بين المحلات التجارية والمكاتب الادارية، وده مكانه في الحي الحكومي قدام شركة العاصمة الادارية مباشرة ووزارة التربية والتعليم. الحي الحكومي بيضم كافة البنوك الرئيسية، كافة الوزارات الرئيسية كمقرات رئيسية تبقى موجودة في المنطقة دي. بيخدم الحي الحكومي من 12 ل 15 مول تجاري واداري ميكس ديوز، 7 بس موجودين في المنطقه دي. بنتكلم في المول على مساحه 8300 متر، مبني منهم 30% مباني ارضي، واول عندي تجاري باقوى البراندات الموجوده العالميه بمصر زي ستاربكس وزي سيركل كي، اسبريسو لاب وهكذا. عندي الاداري موجود من الدور الثاني لحد الدور السابع، بس عندي فكرتين اداري مقسمين في المشروع. عندي ورك سبيس من الدور الثاني لحد الدور الرابع، ودي بإدارة شركة ريجيس الأمريكية، واخدة في شركة اي سي جروب أخدت الفرنشايز لشركة ريجيس. دي الشركة اللي بتدير الورك سبيس عندي في 3 أدوار فقط لا غير في المول، دور الثاني والثالث والرابع. بنتكلم في مساحات بتبدأ من 8 متر لحد 30 متر.